السنه دي تواجد بالنسبه لي مهم، لانه انا مشاركه بفيلم يوم للستات ان شاء الله تشوفوه بكره، وانا بعتبره فيلم من اهم افلامي على الاطلاق. احنا كل سنه يمكن كنا نجي ضيوف، بس هاي السنه شويه مختلفه لان لنا فيلم قصير مشاركين فيه، وان شاء الله نتنبأ له بالخير باذن الله. مشارك بفيلم، مشارك بالمسابقه كمان ذا ويرذي، فيلم اماراتي امريكي، تأليف كاتب أمريكي فيكرام ويت، إنتاج إيميجنيشن أبو ظبي وهوليوود بروديوسرز بيتر سافران ستيفن شنايدر. هو عمل بيحكي عن المستقبل تقريبا، أحداثه افتراضية سنة 2033، عمل جدا مختلف وفخور أني أنا مشارك فيه. طبعا إخراج مخرج الإماراتي المتميز علي مصطفى، ومشارك بالمسابقة. العرض يوم الجمعة مع ريد كاربت إن شاء الله، وإن شاء الله بيعجبكم. عندي فيلم قصير في المسابقة اسمه الببغاء، رجعت للأفلام القصيرة بعد غياب، فيلم أردني، فكمان أول مرة أشتغل مع مخرجين أردنيين، فإن شاء الله بنشوفوا حاجة مختلفة. أول شيء السنة أنا فاجأت الكل وشاركت بفيلم موجود يعرض المهرجان، يعني دخلت جانب التمثيل الحين وبقوة. صحيح ان الفيلم قصير ولكن اكثر من دور اللي فيه، فيلم فانتازيا. مشاركة بيوم للستات وبعلي معزة ابراهيم، فيلم في المسابقة وفيلم خارج المسابقة عشان اتعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فهو مش في المسابقة.